ولمزيد من النقاش حول استمرار استهداف الناشطين في العراق والحملة التي أطلقها الناشطون العراقيون في الخارج لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الجريمة والمشاركين في انتهاك حقوق الإنسان، معنا من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله. أولا، ما أهمية الحملة التي أطلقها الناشطون العراقيون في الخارج والتي تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب؟ هي حملة مباركة إن شاء الله، وهي من ضمن الحملات الكثيرة التي تكشف يعني أخطاء وخطايا هذا النظام في العراق، وهذه الحملة شاملة لكثير من الجرائم، لأن استهدافها يكون لكل جريمة يفلت مرتكبها من العقاب، وكل جرائم العراق يفلت مرتكبها من العقاب مع الأسف. نعم، يعني هناك حاجة ملحة على ما يبدو لهذه الحملة، ماذا تتوقعون فيما يتعلق بالتفاعل معها بين العراقيين في الداخل والخارج؟ التفاعل كبير، ونعم هي يعني حملة يعني مهمة جدا، وعلى كل من في صدره قلب ينبض وضمير أن يشارك في هذه الحملة، لأنها يعني تمس كل مواطن عراقي سواء كان موظفا أو مواطنا أو متظاهرا. الإفلات من العقاب اليوم ظاهرة مريبة، وليس اليوم فقط، الحقيقة هي منذ بداية الاحتلال أفلت الأمريكان والبريطانيون من العقاب، ثم الحكومات المتعاقبة، ثم هذه الحكومة، ثم الأفراد والميليشيات، كلهم يفلتون من العقاب. وجاءت في زمن، هذه الحملة جاءت في زمن يعني تقادمت الأمور، وكل سنة تتجدد بشكل آخر، بحيث اليوم هي ضد الثوار وضد مواطنين آخرين أيضا. نعم، لمن توجهون هذه الحملة؟ بمعنى، من الذي من المفترض أن يلتقط هذه الحملة وبالتالي يقوم بالضغط على الحكومة لإجبارها على الرضوخ لهذه المطالب ومحاسبة الجناة والقتلة؟ نحن لا نستهين بتأثير الناشطين ووسائل التواصل والإعلام النزيه الشريف كقناتكم المباركة وغيرها، لا نستهين بهم وبتأثيرهم، فهو مهم جدا، ثم نحول الرسالة إلى من جاءوا بهؤلاء وإلى النظام العالمي الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، أيضا نحول له هذه الحملة. ونحن في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ننقل كل هذه الأصوات إلى بين هلالين الجهات المعنية في العالم، عسى أن تضغط بدورها على هؤلاء ليقدموا المجرمين للعدالة. هناك وسائل كثيرة لتقديمهم للعدالة، ولكن لم يأن الأوان بعد، ولن نقطع الأمل، فسيأتي يوم تراهم سيقوا إلى المحاكم المحلية والدولية. نعم، هل يمكن أن تكون هذه الحملة بداية عملية لتقديم القتلة في العراق للمؤسسات القضائية الدولية بعد أن عجز القضاء المحلي في العراق عن إنجاز هذه المهمة؟ القضاء المحلي هو جزء من المفلتين من العقاب، يعني هو جزء ممن سوف يحاكمون على هذه الجرائم، حكمهم مضاعف لأنهم يعني يعينون، يظلمون ويعينون الظالم على أن يفلت من العقاب. ولكن سوف يعود القضاء العراقي لهيبته، وهناك أيضا كما قلت الجهات الدولية التي يعني وصلنا معها إلى حد أنها بدأت تبوح لنا خارج الإعلام بما يدور في العراق وتتفاعل معنا،
وبعد ذلك سيأتي يوم ترفع أمريكا يدها عن حماية هؤلاء، وسوف ترى ويرى الشعب العراقي والعربي كيف سيساقون زرافات ووحدانا إلى المحاكم بإذن الله. أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.